ينضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. يعني أكيد رح أسألك عن تصريحات جيروم باول، ولكن قبل ذلك وردت نتائج تنسنت قبل قليل وجاءت مثل التوقعات تقريبا ولم تكن دون التوقعات. ما رأيك وتعليقك على نتائج تنسنت؟ هي كشركة صينية كبرى مدرجة في الأسواق الأمريكية. يعني هي دلالة نوعا ما أنه القراءة الإيجابية والنمو الإيجابي ب 20% أعتقد هذا من شأنه أنه يكون في عنا تخفيف من حدة التوتر الذي يحدث بالنسبة للجانب الصيني والسلطات الصينية التي تفرض على الشركات الصينية التي الخارج خارج الحدود يعني شروط جديدة، ويعني خلينا نقول صعوبات إضافية في ظل وجود صعوبات حقيقية على الأرض من ناحية فيروس كورونا وما إلى ذلك. وأعتقد يعني هذا الأمر يعطي إيجابية، ولكن مع هذا النمو الضايف نحن وعندنا تضخم مرتفع وعندنا برامج تحفيز كبيرة جدا، ولكن الأسواق الأمريكية غير يعني غير ليست على طبيعتها أو ليست على إيجابيتها المطلوبة، وبالتالي ذلك نوعا ما يضع أعباء أكبر على الشركات الصينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما جزء كبير منها قد يضطر حقيقة لتعديل وربما الخروج من هذه الأسواق في ظل الفترة الحالية إذا ما استمرت موجة الضغوط خلينا نقول ضبط الالتزامات الإضافية من قبل السلطات الصينية على هذه الشركات، من شأنها أن تضعف قابليتها على النمو والاستمرار، لأنه أيضا الأسواق الأمريكية تواجه نوع من يعني الضعف. نحن يعني تماما كما قال جيروم باول لن تعود الأسواق كما كانت عليه، والعديد من التغييرات الجذرية في آلية وتركيب الشركات تغيرت في الفترة الماضية. التشاؤم الذي لمسناه في كلام جيروم باول رائد، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على تصرفات البنوك المركزية الأمريكية الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الأمريكية في المرحلة المقبلة؟ يعني نحن عم نشوف صعوبة حقيقة بالتخلص من برنامج التيسير أو حتى بالتخلص من السياسة التيسيرية، لأنه الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجتها. نحن في عنا ما بين كماشة طرفها الأول ارتفاع مستويات التضخم، خروجها عن السيطرة نوعا ما، ارتفاع أسعار النفط الذي يؤثر أيضا على ارتفاع أسعار المستهلكين إجمالا، وربما يقتل التعافي الاقتصادي الذي تحقق في الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا، بالتالي يجب امتصاص هذه السيولة من خلال تشديد السياسة النقدية. ولكن لا نزال نعلم أنه برامج التيسير وال120 مليار التي يتم ضخها في شراء السندات تسمح للعديد من الشركات والقطاعات بالبقاء والاستمرار في ظل الأزمة الحالية التي تواجه الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد الأمريكي. بس الآن بدأت المطالبات يجب هذه القروض الرخيصة هذه القروض الرخيصة أيضا سوف يتم المطالبة بسدادها، يعني يجب أن يكون هناك عملية استعادة للأموال. ولكن الشركات والبزنس أو الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل بعد إلى مستوى المقدرة على السداد أو الوفاء بالالتزامات، لأن التعافي الذي حدث تعافي بفعل السياسة الرخيصة أو الأموال الرخيصة أو السياسة التسهيلية التي تم اتباعها وليس من نمو واقع أو واضح. وفي نفس الوقت عند ارتفاع في أسعار المستهلكين أو ارتفاع في مستويات التضخم يجب السيطرة عليه. طب خليني أخذ منك كمان تعليق على الأرقام البريطانية التي وردت. أرقام التوظيف البريطانية جاءت أفضل من التوقعات، أما تباطؤ معدل التضخم كان أيضا أكثر مما كان متوقعا لجهة التباطؤ. تعليقك على هذه الأرقام رائد؟ يعني جاءت أيضا التعليقات من الطرف البريطاني أنه هذه التباطؤ هو مؤقت ومن ثم تعود مجددا للارتفاع، من المتوقع أن تعود مستويات التضخم في المملكة المتحدة للارتفاع مجددا بفعل عدة عوامل على رأسها ارتفاع أسعار الوقود وصدور الفواتير التي كانت قد يعني ظهرت للخدمات إجمالا، سوف يسبب نوعا ما ارتفاع في أسعار التضخم. في أيضا في نقطة مهمة جدا، دخولنا أو اقترابنا أكثر من موسم الشتاء ممكن أن يزيد مع وجود أسعار وقود مرتفعة، ممكن أن يحفز ارتفاع أسعار أو مستوى التضخم إجمالا. أعتقد يعني الفترة القادمة سوف تعاني
يعني بعض الدول من التضخم، ولكن سوف تستفيد بشكل كبير دول أخرى من التضخم المرتفع. نعم. أوروبا تحتاج التضخم المرتفع، والمملكة المتحدة كذلك الأمر، وهذا سوف يسبب إيجابية للجنيه الاسترليني تدفعه بالاتجاه الصاعد بلا شك. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي. شكرا جزيلا لك.